إلى صاحب العصر والزمان من هذا الشاعر سيد موسى. نريد نقف ويا إمامنا، ويا إمامنا الحسن الإمام المهدي المنتظر، لنعزيه وندعوه إلى أخذ الثار. يا ابن العسكري عجل واسألهم عن الأسباب، ليش انعصرت الزهراء وتسكر عليها الباب. وويلك عجل واطلب الثارة يا وافتح صفحة الزمراء، شوف شقد عددهم كان، لا واحد ولا عشر، 300 رجس يا حيف عصروا أمك الزهراء، ما فيهم شريف القوم كلهم يا العزيز أدنى. اسمع اسمعها، دفعها يا الولي بالباب، ومن أمك كسر ضلعه، رفسها يا ولي الله ورد يلطمها فوق العين. دفعها يا الولي بالباب كسر ضلعين، رفسها يا ولي الله ورد يلطمها فوق العين. بصدرها نشب المسمار وجرعها مرار البين، والأعظم يا ابو صالح أمك ما عليها. ويلك ساد اعذرونها، اي والله بصدرها نشب المسمار وجرعها مرار البين، والأعظم يا ابو صالح أمك ما عليها. وفاطمة ومن العصر يا المورود عالتربة ولدها طا، حنت للولد حنة وصاحت والطفل همصا، وصاحت ما بقى لي حيل يا ابني من كثر الاجراء، ما اقدر احملك يا ابني ولا اقدر انظرك بتراب، ورد لها العدو بالصوت على الزندين لوعها، وكل ما صاحت امك بضربه قام يوجعها، وامر عبده الملعون اذا ونتها ترفعها، ارجع بالرمح لها ولا تحسب لابوها حساب. يا صاحب العصر يا امام الزمان، تدري سوى يا الموعود من رد بالرمح لها، وكسها بالرمح قوة وقامت تنخواليها، تنخى يا رسول الله وصاحب الرجس بيها، بس يا زهرة لا تنخيل أبوك وكل هالجغية. ما عندك أحد يا زهرة؟ زين أين علي؟ وين أبو الحسنين؟ يقلها وما الفارس المعروف إذا طب الحرب زلزال، وما حد يوقف بصفه من
وقت الإنزال. لا تنخينا يا أم حسين صار مقيد بالحبال وعليا. لا تنخينا يا أم حسين صار مقيد بالحبال وطلع للمسجد يجروه يا أم حسين ليث الغار. يا المهدي يا المهدي وإله اليوم اسمع الخبر مولاي. يا المهدي وإله اليوم مجروحة من الكفار تنحب والضلع مكسور وتسعر في حشاها النار. تظل صبح ومساء تنخاك ما ترجع يا راعي الثار. إله اليوم موجوعة وجرحها للأسف ما طاب. آه بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وابنيها والسر المستودع فيها فرج عنا فرج العاجلا. اللهم من على جميع المرضى سيما المنظورين منهم يا الله. اللهم شافهم بشفائك وعافهم وداوهم بدوائك يا الله الواسسون. تقبل اللهم عملهم وسف يرزقهم احفظهم ومن يلوذ بهم. جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا إلى موتانا وموت المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان. رحم الله من يهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.